السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصفوف الثانوية الأول والثاني والثالث الثانوي وطلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول مقال أو باراجراف عن زميجة بروجكتس إن إيجيبت، المشروعات العملاقة في مصر. هنقول في إيه؟ ميجا بروجكتس، المشروعات العظيمة أو العملاقة، play a big role، بتلعب دور كبير in the country، في البلد. This is a fact، هذه حقيقة. That we all agree، دي المقدمة اللي احنا بنذكرها اللي هي this is a fact that we all agree. بعد كده هذه حقيقة كلنا نتفق عليها. Mega projects، مشروعات العملاقة، improve، بتحسن the economy، الاقتصاد، and increase income، وبتزود الدخل القومي. Mega projects، مشروعات العملاقة، help to reduce، بتساعد في تقليل the unemployment، البطالة rate، معدل البطالة. Yes can، الشباب can work and increase، ممكن يعملوا. And increase، يزودوا their income، يزودوا دخلهم. Egypt is one of the largest countries، مصر هي واحدة من الدول العملاقة that has a great influence، لها تأثير كبير to attract، لجذب giant projects، المشروعات العملاقة. Young people، اللي هي بتسوي بالضبط كلمة yes، الشباب يعني، who do their work، اللي بيعملوا عملهم in the best way، بأفضل الطرق أو بأفضل طريقة. they know that، عارفين that the projects، المشروعات، will open tourism doors، هتفتح أبواب السياحة to Egypt، لمصر، in different ways، بطرق مختلفة. yes are the reason، الشباب هم السبب for the progresses، للتقدم بروجكتس، المشروعات. بروجكتس، المشروعات، become global، بتصبح عالمية. income increase، بتزود الدخل. and the economy advances، وبتعمل تقدم للاقتصاد. the major and most important of these projects are the construction، أهم هذه المشروعات بتكون البناء of the new Suez Canal، اللي هي قناة السويس الجديدة، كما the new administrative capital، العاصمة الإدارية الجديدة. بندي أمثلة على الحاجات اللي اتبنت وليها قيمتها، زي إيه؟ زي اللي احنا عندنا نذكره ده. طيب small and medium industries complex، اللي هو مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أنا عندي هنا كلمة small يعني الصغيرة، medium المتوسطة، industries اللي هي الصناعات، complex المجمع. فهي بتتقال ازاي؟ small and medium industries complex. دبقى nuclear power plant، planet project، اللي هي مشروع محطة الطاقة النووية بالضبع. دبقى nuclear power، الطاقة النووية، planet project، مشروع المحطة بتاع الطاقة النووية بالضبع. بان solar power planet project، نفس ايه؟ مشروع محطة، مشروع محطة بان للطاقة الشمسية. the grand Egyptian museum، المتحف المصري الكبير. and ethic، وهكذا يعني في مشروعات تانية كتير. these aren't all the mega projects in Egypt، دول كلهم مش بس معظم المشروعات في مصر. there are a lot، هناك الكثير. we as yes، احنا كشباب should work hard، يجب ان احنا نعمل بجد to improve، عشان نحسن the economy، الاقتصاد، and increase income، ونزود الدخل القومي. the government، الحكومة، should help yes، يجب انها تساعد الشباب، and reduce، وتقلل the unemployment، من البطالة. To sum up، باختصار، ميجا بروجكتس، المشروعات العملاقة، improve، بتحسن the economy، الاقتصاد، and increase income، وتزود
الدخل القومي. خلصنا مع بعض الإساي، المقال اللي بنتكلم فيه عن المشروعات العملاقة أو الضخمة اللي موجودة في مصر. هسيبكم معاه لمدة لحظات عشان اللي عايز يكتبه أو اللي عايز يقراه تاني. دمتم في أمان الله.